تتابعون في نشرتنا بعد فاصل قصير. خلال لقائه سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا، نيجير فان بارزاني يؤكد أهمية وجود تفاهم ورؤية مشتركة حول إدارة العراق وثرواته، ويؤكد أن الفرصة سامحة لحل المشاكل بين أربيل وبغداد. الديمقراطي الكردستاني يعلن عدم تحديد موعد للاجتماع مع الاتحاد الوطني. أوكرانيا تحصل على حوالي مليار يورو من المساعدات لتجاوز فصل الشتاء. بعد تقارير عن اشتباكات بين جيشي البلدين، الصين تؤكد أن الوضع مستقر عند الحدود مع الهند. أكثر من 120 قتيلاً في فيضانات اجتاحت عاصمة الكونغو الديمقراطية.